حركة الاستثمار في إقليم كردستان تعود شيئا فشيئا. هيئة الاستثمار في الإقليم طرحت نحو 450 مشروعا للشركات التي ترغب في الاستثمار. تتنوع المشاريع بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والعقارية. وافقت الهيئة الاستثمارية على 100 مشروع مقدم وأعطتها الرخص، لكنها تتطلع إلى مشاريع في قطاعات تصفها بالاستراتيجية. نحن نحاول أن نستثمر في القطاعات الاستراتيجية وقطاعات البنى التحتية، لأن إقليم كردستان يفتقر إلى بعض هذه المشاريع، خاصة مشاريع سكك الحديد والترام داخل المدن والخطوط السريعة، إضافة إلى مشاريع السدود ومشاريع استراتيجية في القطاع الصناعي. تقول دوائر صنع القرار في أربيل إن تصحيح الوضع الاقتصادي العام وتعزيز الاستثمارات هما من أبرز أولوياتها، أولوية تصطدم بواقع الوضع السياسي في البلاد، خصوصا الأزمة القديمة الجديدة بين أربيل وبغداد. يمكنني القول الآن أن الظروف بين العراق وإقليم كردستان كان لها تأثير مباشر. حين تزداد هذه المشاكل تتراجع رغبة المستثمرين، البيع والشراء يتأثر. أتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا أن يكون هناك إقبال جيد على الاستثمار. رصدت أربيل مؤخرا 12 مليار دولار لإقامة مشاريع مستدامة في الإقليم، ويقول مراقبون إن قرب التوصل إلى اتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز قد يسهم بتعزيز توافد الاستثمارات إلى كردستان العراق. شهد الاستثمار في إقليم كردستان العراق مرحلة ذهبية قبل عام 2014، قبل أن يتراجع بسبب الأزمة المالية التي عاشها الإقليم، لكنه يعود اليوم حسب مراقبين للتعافي عبر حزمة مشاريع اقتصادية في مجالات حيوية انطلقت مطلع العام الحالي. غسان خضر، العربي، أربيل.